تحدي ده خالص. معناه ايه ده؟ معناها انه يعني طفح الكيل من كثرة الأفكار السخيفة التي طرحت فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل في ظل ما يسمى بثقافة السلام. حصل فيها تشويه لتاريخ مصر وبطولات مصرية. وهنا الأهمية الاستثنائية لهذا الكتاب عن الحرب اللي أنا بسميها الحرب المنسية واللي محمود بيسميها الحرب المستحيلة واليوم السابق. نعم صحيح. لأنه هنا هو في الحقيقة بيقدم أولا بيبدد أوهام وبيبدد أكاذيب كثيرة جدا، من ضمنها من أولها حكاية العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وإزاي أن المسألة ما هياش أنه إزاي كان في تواطؤ وترتيب بالوثائق بقى بين أمريكا وإسرائيل قبل الحرب بزمان، وإن الحكاية مش مجرد رعونة من القيادة السياسية المصرية في ذلك الوقت أو إنه تعجل في كذا، حطيت في سياقها لأنه قبل ما القيادة المصرية في هذا الوقت تاخد لا الموقف من قوات الطوارئ الدولية والموقف من مضيق تيران وكل المسائل ديت قبلها بسنتين الكلام بين ليندون جونسون وبين الإسرائيليين واضح. الرئيس حاجة الأمريكي تانية طيب. إنه أستاذ سعد حضرتك طبعا ملم بتفاصيل كتيرة في الصورة، مش عايز بس أشوف المشاهدين خصوصا اللي هم ما عندهمش خبرة كبيرة، عايز أرجع لسيادة الله في البداية بس يقول لي كده في كلمات بسيطة وخصوصا للأجيال الجديدة، يعني إيه حرب الاستنزاف؟ حرب الاستنزاف هي منطوق علمي مظبوط سليم 100% بيسموها بالإنجليزي أتريشن وور. ومتى يعني نلجأ إلى مثل هذا الأسلوب؟ عندما لا تتاح لنا القدرة اننا نحرر مثلا ارضنا في سيناء بعمليه هجوميه كامله نستعيد بها الارض، فاننا قد نلجا الى حرب استنزاف نستنزف فيها الخصم، نبتدي نستخدم المدفعيات والاغارات والكماين والطيران وكل الاسلحه بتاعتنا، ولا تصل الى مرحله الهجوم الشامل لاستعاده الارض. فهنا بيطلق عليها حرب الاستنزاف. جميل جدا. معنا على الهاتف يعني صديق عزيز الكاتب والسيناريست والصحفي والمذيع التلفزيوني اللامع الأستاذ بلال فضل. أهلا بك أستاذ بلال وأشكرك على هذا الوقت معنا. يا استاذ يسري خدنا جنبك، احنا مذيعين يعني يعني بعافيه. لا ده انت الضيف المناسب في اللحظه المناسبه، لان انت عندك برنامج على القناه الشقيقه قناه دريم اسمه عصير الكتب. يا ريت بقى تقول لي تعصر لي يعني من خلال انطباعاتك المبدئيه على الاقل عن هذا الكتاب. ما هو انا متغاظ منك برغم سعادتي بحفاوتك باستاذنا الاستاذ محمود عوض انك سبقتني في عصر هذا الكتاب الجميل. يا ريت تستعرضه كمان عندك والله يا بلال يستحق. طبعا طبعا لا طبعا، لان ده يعني اقل الكتاب ده شديد الاهميه. يعني الاول عايز بس امسي على سياده اللواء واحييه، وعايز امسي على استاذنا الكبير الاستاذ سعد هجرس اللي انا بالمناسبه يعني عرفته طبعا كقارئ، لكن عرفته شخصيا في بيت الاستاذ في بيت محمود عوض. تعرفت على صدفه جميله بالضبط، زي ما عرفت الاستاذ يسري برضو قبلها كمذيع ثم كصديق من خلال الاستاذ محمود عوض رحمه الله. ده صحيح الله يرحمه. وكان في هذا كان بيجمع يعني الحبايب صحيح بالضبط. فرحمه الله رحمه واسعه. وقد ايه الكتاب ده انا يعني كنت اتمنى انه يعني يصدر في حياته، لانه كان من احلامه التي يعني نشكر الله انها تحققت. وانا الحقيقه بقول انه اهميه هذا الكتاب، انا طبعا اقل بكثير من ان اتكلم عن الكتاب من الناحية العسكرية يعني وسيادة اللواء موجود أو من الناحية السياسية والأستاذ سعد أستاذنا موجود، وإنما أنا هتكلم عن ما يعنيه الكتاب اللي أنا يعني قريت مقدمته وبعض فصوله، ما يعنيه في هذه اللحظة للشباب. وعشان كده أنا مهتم جدا بهذا الكتاب، لأنه في رأيي أنه بيجي في لحظة تاريخية مهمة جدا. جميل. الكتاب بيتكلم عن أسوأ لحظة ممكن تكون مرت على المصريين أو التي يتم تصويرها كذلك، اللي هي لحظة الهزيمة في 5 يونيو 67، في من خلال هذه الحرب اللي بيثبت الأستاذ محمود عوض بالوثائق زي ما قال سيادة اللواء الأستاذ سعد أنه شاركت فيها أمريكا، أنه مصر ما كانتش بتحارب إسرائيل فقط وإنما كانت بتحارب كمان الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بيثبت بالوثائق أن المعلومات الدقيقة التي أدت إلى ضرب
الضربه الجويه الساحقه اللي حصلت من الطيران الاسرائيلي كانت بسبب طيارات التجسس الامريكي اللي صورت جميع المواقع المصريه والسوريه بامكانياتها التكنولوجيه العاليه. الاهم من ده عشان الناس ما تتخيلش او الشباب يتخيلوا ان الكتاب ما فيهوش جديد. كتاب فيه جديدين مهمين او ناحيتين مهمين في الطرح الجديد من ناحيه الموضوع ومن ناحيه الشكل. من ناحيه الموضوع انه في اللحظه اللي احنا واصلين فيها الى مشارف هزيمه نفسيه بسبب ظروفنا دلوقتي الاقتصاديه والسياسيه، ما احوجنا الى ان نتذكر انه الانسان المصري فعلا دي كانت حرب مستحيله بكل المقاييس. جميل. والشيء اللي بيكشفه الاستاذ محمود واللي غائب عن الاجيال الجديده للاسف، انت عارف طريقه الفراعنه، كل ما يجي فرعون يحاول يمحي ما فعله سابقه، ومتخيل انه يعني الناس بتتخيل انه تاريخ الانتصار العسكري المصري بدا في حرب اكتوبر. ده مش حقيقي، وده ليس انقاصا من حرب اكتوبر، ولكن بالعكس ده يزيد حرب اكتوبر قيمه واهميه. ان نذكر ان الجندي المصري من ثاني يوم بعد الهزيمه، ما مش زي ما تم تصويره في الاعلام انه كان هائم على وجهه في الصحراء، لا ده الحرب ابتدت من ثاني يوم مباشره. واللي بيكشفه الاستاذ محمود عوض بالوثائق انه عبد الناصر كان معروض عليه ثمن يعني كان ممكن يحقق فيه انسحاب سيناء كامله وقطاع غزه من غير ما يفضل شبر واحد فيها، وبظروف يعني ممتازه وافضل بكثير، ولكنه اصر بعقليته. وانا لنا ناصري ولا الاستاذ محمود عوض ناصري، ولكن الفكره انه هنا انت مش بتتكلم عن عبد الناصر، بتتكلم عن مصر. بالظبط. انه رئيس مصر احب ان تعود ارض مصر مش باتفاق سلام، ويظل المصري مكسورا وحاسس بالصدمه وبالهزيمه. جميل جدا استاذ بلال، لو سمحت لي اقطعك بعد اذنك، لانه دي اللي كان بيشير ليها سياده اللواء محمد عبد المنعم سعيد قبل قليل. عبد المنعم سعيد. طيب سياده اللواء عبد المنعم سعيد، حضرتك كنت رئيس لهيئه عمليات القوات المسلحه، وكنت متواجد في المركز رقم 10، مركز القياده، مركز العمليات قبل كده ايام الحرب بقى. دي ايام حرب اكتوبر. لكن علشان توصل انك تكون موجود في غرفه عمليات حرب اكتوبر عام 73، كان لازم يكون في حاجه اسمها حرب الاستنزاف اللي حصلت دي. وحضرتك قلت لي ان في وثيقه لفتت نظرك في الكتاب، اللي هي الرساله من روجرز الى وزير الخارجيه، ويليام روجرز وزير الخارجيه الامريكي الى وزير الخارجية المصري محمود رياض. احكي لي الأول قبل ما نتكلم عن الرسالة دي عن أجواء حرب الاستنزاف، إلى أي مدى كنا فعلا قادرين أن احنا نقوم بده، وعايز بعد كده من الأستاذ سعد يقول لي بقى من كيف تدعم العمل العسكري بالعمل الدبلوماسي. حرب الاستنزاف جت مرحلة، هي المرحلة الثالثة من ضمن أربع مراحل. المرحلة الأولى بعد الهزيمة مباشرة بتاع 67، تحول القوات المصرية إلى مرحلة سميناها مرحلة الصمود، لأنه راجعين طبعا سايبين سلاحهم بالكامل إلى آخره، فرجعهم على الضفة الغربية للقناة، وكان يجب أن احنا نعيد تنظيم وتسليح القوات المسلحة مرة أخرى حتى يصبح جيش قادر للقتال. فخدت مرحلة بتاع كذا شهر، 15 شهر تقريبا، وحصل فيها بطولات يعني يعجز الإنسان عن دي بسيطة يعني. دي مرحلة في الأول. أعقبها مباشرة مرحلة، إن كان الأول بقى في المرحلة دي كانوا اليهود يطلعوا على الساتر الترابي ويضايقوا العساكر بتوعنا وإلى آخره. المرحلة التالية لما استكمل تنظيم القوات المسلحة وتسليحها، كان لابد إن ندخل بقى في منع العدو إن هو يطلع وياخد حريته على الضفة الشرقية ويضايق حتى اللي بيبصوا عليه. فبقت مرحلة اسمها مرحلة بعد مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط. جميل. استخدم بقى فيها سلاح المدفعية والمدرعات وضرب على العدو بحيث انه ما يطلعش بره. دخلنا طيب مرحلة الأستاذ قبل ما بس عفوا ان انا اقطع حضرتك، الأستاذ بلال اشار الى نقطة في منتهى الأهمية، وده فعلا حقيقة حصلت، انه عرض على جمال عبد الناصر سينا كاملة وقطاع غزة. طيب يعني طب احنا ليه اضطرينا نعمل البطولات دي في حرب الاستنزاف؟ لا دي حقيقه فعلا دي حصل، وان الرئيس رفض وقال لابد من تحرير كل الارض كلها. طيب وده ينقلني على الاستاذ سعد فيما يخص الجبهه الدبلوماسيه ان صح التعبير، التي اكملت العمل الذي اشار اليه سياده اللواء على ارض الميدان. لا ده بينقلنا لحاجه مهمه جدا،
نحن بنتكلم عن الحاضر مش بنتكلم عن الماضي. ودي أهمية كتاب محمود، وقايل كلمة محمود عوض في الكتاب إنه إنها ليست قضية تاريخ مضى، فالقضية ما تزال معنا حتى الآن. جميل. وده كلام مظبوط. جميل. وهنا السؤال اللي حضرتك بتسأله يا أستاذ يسري متعلق بجدلية العمل